حاج الدفاش طلع لبرا بسرعة طاووس، وبس تطلع بزدتلك جزمتك، وبعد ما بتلبسها بتحاكيني من ورا الباب. سعاد عطيني جزمتي احسن ما ابتلي فيكيها، ما فيني البسها قدام العالم برا بعدين بيشوفوني بيقولوا هذا شو عم يعمل هون. ترى انت عم تضيع وقت على حالك. ها طلع لبرا. يلا ماشي طاري. البس وركز معي. ركز معي طاووس. بدي تجيب لي ابو النور لعندي ولحاله بدون ما حدا يدري فيه. شنو عاوزته بموضوع ضروري؟ صفصف امتى بدك اياه؟ شوف موضوعي كتير مستعجل، يعني كل ما بتبكر كل ما بيكون احسن. مش برجع لك طاووس. لا تنسى عندي بدل الحجه حجتي. بعرف بعرف. مع السلامه.